او ما يسمى بحيود واحد الموجه. الا شتي معايا هاد لا فيديو اللي عندك هنا عكس كيما قلنا اخوتي، الا شتي ما جا معايا الشكل الموالي عاوتاني هنا كاين لا كورد كاين لون على سيفاس دولو كاين عاوتاني دي. وبهذا نكونوا سالينا مع الدرس ديالنا وختمناه، بقى لنا فقط نخدموا فيه واحد التمرين. شتي معايا الشكل هذا مثلا قدامك هنا نيت مزيان، غناخذ مثلا واحد الباعث وغناخذ جوج ديال الميكروفونات، غناخذ واحد بالصفر وواحد بالكحل. ركز ليا على الوطني، كثير التمارين كثير امثله وديما خدم وطني مختلف على الوطني، وهادشي اللي كتلاحظ في الشرح. السلام عليكم خوتي، ادريس دوت كوم. فيديو جديد ان شاء الله، فيديو ديال الثانيه بكالوريا ان شاء الله، مع البارتي الثانيه من الدرس الثاني ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. كنا في البارتي الاولانيه دوينا على ديفينيسيون دي نوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك، ودوينا على لي دو تيب ديال بيريوديسيتي، سوا تمبوريل سوا سباسيال، كيفاش كنميزو بيناتهم، وهضرنا على التعاريف ديالهم ايضا. وكنا ختمنا خوتي بالتعريف ديال لا فريكونس والعلاقه ديالهم على بيريوديسيتي تمبوريل، وكنا ختمنا بلا غولاسيون ديال لا فيتيس. اخر حاجه في لا بارتي نيميرو 1 هو اننا خدمنا امتحان وطني نورمال 2018 ديال شعبه الفيزياء. دابا ان شاء الله غادي نبداو مع البارتي الثانيه من الدرس ديالنا اللي غنختموا فيها الكور ديالنا، وغندوزو من وراه علاش نخدموا واحد الفرض. هذه اخر بارتيه في الكور، يعني غنشرحوا فيها فقط داكشي اللي بقى لنا في الدرس، واحد ثلاث فقرات صغيره بقات لنا في الدرس، زائد اننا غنخدموا فيها واحد التصحيح ديال واحد الفرض ديال الموجات الصوتيه، وغتبقى هناك البارتي رقم 3 وهي اهم بارتي في هذه الموجات هذو. ديما البارتي الثالثه اتفقنا نبقاو خصو اخوتي الامتحانات الوطنيه، في البارتي رقم 3 غنصحوا مجموعه ديال الامتحانات الوطنيه خاصين بالموجات. اذا الفقره الاولانيه في هذه البارتي هذه وهي ما يسمى بلا ديفراكسيون ديال النون، او ما يسمى بحيود واحد الموجه. الا شتي معايا هذا لا فيديو اللي عندك هنا، هذه واحد الموجه كتنتقل فوق سطح الماء، اي موجه كتنتقل فوق سطح الماء وجيتي في الطرف الاخير ديال ديك الموجه ودرتي واحد الشق يكون الفتحه ديالو ا، فالشكل ديال الموجه اخوتي غادي يتغير مور ما غادي تعبر ليا داك الشق ا. وهذا الفينومين هذا سي لو فينومين دو ديفراكسيون دي نون، ظاهره حيود الموجه. ظاهره حيود الموجه بكل بساطه لورسكي نون بروغريسيف دي باس اون اوفريتور دو لارجور ا انفيريور ا لاندا ايل شونج سا ستركتور. ملي كتعبر ليا واحد الموجه كتعبر ليا من واحد الشق ا، والشرط ان هذا الشق الفتحه ديالو العرض ديالو يكون صغير من لاندا، وهذا شرط مهم. ملي كيتحقق الشرط هذا كيتغير الشكل ديال الموجه بعد العبور ديالها ديال هذا الشق هذا. اذا ناخذ تعريف ديال لو فينومين دو ديفراكسيون وناخذ له واحد الشكل توضيح. اهلا مولانا. الوغ شي كيما قلنا بانه لو فينومين دو ديفراكسيون من لورسكي نوند بروغريسيف ترافيرس اون اوفيرتور دو لارجور ا انفيريور ايغال ا لاندا ايل شونج سا ستركتور، يعني الشكل ديال الموجه كيتغير ملي كتعبر ليا واحد الشق ا اللي الشرط ديالو انه هاد لارجور ديالو ا يكون صغر من او يساوي لاندا. هنا واحد الحاجه مهمه اخوتي بزاف زدتها لكم هنا في الشكل، لانه لاندا ديال الموجه قبل ما ديباسي ليا ديك لوفيرتور كتبقى هي مور ما كديباسيها، يعني لاندا ما كتبدلش، وحتى التردد ديالها ما كيتبدلش، وحتى السرعه ديالها ما كيتبدلش، يعني ما كتبدل لا لاندا ديالها لا لا فريكونس ديالها لا لا فيتاس ديالها، حتى شي حاجه ما كتبدل من غير الشكل ديال الموجه. وهذه راه مهمه بزاف، راه بارفوا كيستجاو في الفروض وفي الامتحانات الوطنيه كيسولوكم على واش كتغير لاندا ديالها ولا التردد ديالها ولا السرعه ديالها، ما كتغير حتى شي حاجه في الموجه، من غير الشكل ديالها فقط هو اللي كيتغير. وهذا الفينومين كما قلنا اخوتي ديالو فينومين دو ديفراكسيون. من وراه مباشره غندوي على شنو هو ميليو ديسبيرسيف، وسط مبدد. ميليو ديسبيرسيف او وسط مبدد هو واحد الوسط بسيطه التعريف ديالو. تخيل معايا مثلا خديت مثلا واحد سطح الماء، بديت مثلا انا كنضرب مثلا في سطح الماء هكا، هنا اخوتي بطبيعه الحال انا كنكريي واحد الموجه فوق الماء، لانني الطريقه ديال الضرب ديالي غتحدد لي مثلا نقول مثلا ان كتساوي مثلا 20 هرتز، غنمشي انا نعبر مثلا لا فيتيس مثلا ديال هذه الموجه هذه، ملي غنعبرو غنلقاه مثلا في مثلا كتساوي مثلا 10 متر بار سكوند. غنوض انايا في الوقت كنضرب هكا ب 20 هرتز، شويه غنولي نضرب هكا، يعني وليت شنو درت؟ زدت في ان، رديتها مثلا 40 هرتز، غيبان لي مثلا بانه مثلا ديك الساعه السرعه ديال الموجه ديالي غادا تغير، غتولي في كتساوي مثلا 15 متر بار سكوند. نقول ديك الساعه لانه الماء ديسبيرسيف وسط مبدد، علاش ديسبيرسيف؟ لانه عنده السرعه ديالو، السرعه ديال الموجه في هذا الوسط هذا مرتبطه بالتردد. وسالت التعريف ديال وسط مبدد هو وسط مرتبطه فيه السرعه باش بالتردد ديال ديك الموجه، يعني كل ما غادي نغير التردد كل ما غتغير السرعه ديال الموجه في ذاك الوسط، وهذا هو التعريف ديال الوسط المبدد. راه خصني نديرو بعدا التعريف ديالو. الوغ كيما قلنا بالنسبة للتعريف ديال الميليو ديسبيرسيف، كنا الميليو إيدي ديسبيرسيف سي لا سيليريتي دي زوند بروغريسيف ديبون دو لا فريكونس، يعني واحد الوسط كيتسمى وسط مبدد إلا كانت السرعة ديال الموجة في ذاك الوسط مرتبطة بالتردد ديالها. مثال خدينا مثلا واحد الوسط ودرنا فيه مثلا تردد الموجة 200 هرتز، لقاو مثلا لا فيتاس هي 30 متر بار سكوند، زدنا مثلا في لا فريكونس ردينا مثلا 400 هرتز، غتبان لي بلي لا فيتاس تزاد ولات 100 هرتز، ديك الساعة نقول على أن هذا الوسط هذا ديسبيرسيف. أرا لي دابا العكس، تخيل لي واحد الوسط مثلا ما خديت فيه مثلا تردد مثلا 200 هرتز،
ملي حسبت السرعة لقيتها مثلا 30 هرتز قلت انايا زدت في لافريكونس رديتها مثلا 400 هرتز لاحظت باللي السرعة ما تبدلاتش بقات نيت 30 متر بار سكوند ديك الساعة نقول على ان داك الوسط ني با ديسبيرسيف علاش لان السرعة فيه ما كترتبطش التردد ديال الموجة بهذا تبقى لنا فقرة واحدة في الدرس ديالنا وغندوزو من وراها مباشرة نخدمو واحد الفرض خاص بالدرس ديال الموجات فعلا فرض شامل للدرس ديالنا فهاد الفقرة هادي غندويو على امتى كنقولو على دو بوين فيبغ اون فاز او بيان فيبغ اون اوبوزيسيون فاز امتى نقطتين من واحد الوسط تنقول عليهم انهم كيهتزوا على توافق في التور او تعاكس في التور قاعده بسيطه جدا بغيتك تشوف معايا مثلا هذا الشكل هذا اللي كيبان لكم قدامكم اخوتي هنا كيبانوا لي جوج ديال النقاط كيبان لك كيهتزوا وكيهبطوا في نفس الوقت تنقول عليهم انهم كيهتزوا على اون ميم فاز يعني كيهتزوا على توافق في التور يعني عندي مثلا واحد الموجه مثلا في واحد الوسط موجه مثلا بيريوديك الا خديت مثلا واحد جوج النقاط نفس الشكل ديالي ناخذ مثلا جوج ديال النقاط اخوتي ناخذ مثلا نقطه هنا وكانت مثلا واحد ختمه واحد النقطه مثلا هنا حداها ملي غنبقى نشوف هذا الشكل ديالي غيبقاو يبانوا لي هاد النقاط جوج اللي بالخضر واللي بالاحمر غيبقاو ينزلوا ويطلعوا في نفس الوقت ينزلوا ويطلعوا في نفس الوقت ينزلوا ويطلعوا في نفس الوقت تنقول على ان جوج النقاط هادو كيهتزوا على توافق في الطور فيبر اون فاز كاين العكس كما قلنا اخوتي الا شي ماشي معايا الشكل الموالي عاوتاني هنا كيبان لي ملي موجه كتكون طالعه الاخرى كتكون هابطه ملي وحده كتكون هابطه الاخرى كتكون طالعه ديك الساعه تنقول على ان هاد الموجه ديالي هاد لي دو بوين اللي عندي في الشكل ديالي فيبر اون اوبوزيسيون فاز او بيان اون فاز اوبوزي يعني يهتزاني على توافق في الطور الا كانت وحده الفوق فاوتوماتيكمون الاخرى كتكون لتحت يعني ملي هادي بالاحمر كتطلع الاخرى كتنزل ملي هادي كتنزل الاخرى كتطلع والعكس كذلك يعني كيلعبوا بشكل اون فاز اوبوزي هكا كيتهزوا اون ميم فاز هكا فيبر اون فاز اوبوزي هادشي هذا مزيان هادشي هذا بالشكل الشكل انا ندرس هادشي هذا بغينا ندرس بالكالكي الحسابي يعني امتى كنقول على دو بوين فيبر اون فاز او بيان اون فاز اوبوزي القاعده بسيطه جدا وغنلخصها لكم اخوتي في واحد الخطط هنا الا مولانا الوغ كيما قلنا اخوتي كيما شرحنا قلنا بان دو بوين ام 1 ام 2 ممكن انهم يكونوا فيبرون اون فاز ممكن انهم يكونوا فيبرون اون اوبوزيسيون فاز ممكن يكونوا كيهتزوا على توافق في الطور ممكن يكونوا كيتهزوا على تعاكس في الطور والقاعده بكل بساطه كتقول الا كانت المسافه ام 1 ام 2 كتساوي واحد العدد ك عدد صحيح طبيعي بلاندا فان هاد جوج النقاط هادو كيهتزوا على توافق في الطور انا عارف خصك شي مثال باش تفهمها خذ معايا مثلا المثال الموالي عطاتك مثلا واحد المسافه ام 1 ام 2 كتساوي مثلا 20 سنتيمتر وجيت عطاتك مثلا لاندا كتساوي مثلا 4 سنتيمتر لاحظ معايا واش يمكن لك تكتب المسافه ام 1 ام جوج على شكل واحد العدد ك فلاندا هنا باش تعرف انت واش كاين داك العدد ك ولا ما كاينش ديما تبقى تقسم شنو ام 1 ام 2 قسم على ايش قسم على لاندا الا قسمنا 20 على 4 شحال جاتني جاتني 5 يعني يمكن لي نكتب المسافه ام 1 ام 2 على شكل 5 لاندا ماذا نقدر نكتب المسافه ام 1 ام 2 على شكل 5 لاندا الوغ لي بوين ام 1 ام 2 فيبر اون فاز كيتهزوا على توافق في الطور ارى لي الحاله الثانيه الا تكتبت لي المسافه ام 1 ام 2 على شكل واحد العدد دو كا بلس ان شي دو كا بلس ان يعني عدد فردي وليس الزوجي عدد فردي هي 1 3 5 7 9 11 وانت غادي على شكل في عدد فردي على جوج لاندا ديك الساعه نقول على انه لي دو بوين فيبرون اون اوبوزيسيون فاز كالعاده اخوتي واحد المثال ناخذ معاك مثلا نفس المسافه ام 1 ام 2 وناخذ مثلا واحد لاندا لاندا مثلا ما نشونجاش ناخذ النيت 4 ولكن المسافه ناخذ هذه المره 6 سنتيمتر لاحظ معايا كي قلت لك العاده باش تعرف بانه واش ممكن تكتب على هذا الشكل هذا كالعاده بحال كتنزل هاد لاندا من تحت بحال عندكم اخوتي في الرياضيات 3 اكس كتساوي 6 كما كنا كنقرا في الكوليج الا بغيتي تعرف داكا غتنزل 3 دي من تحت الا باغي تعرف هذا العدد اللي عندك هنا غتنزل لاندا من تحت هنا تقسم ام 1 ام 2 تقسم على لاندا الا قسمنا 6 اخوتي على 4 غتجيني 6 على 4 6 على 4 كنعرف اخوتي شحال هي 3 على 2 يعني على شكل عدد فردي على 2 يعني غنكتب المسافه ام 1 ام 2 كتكتب على شكل 3 على 2 لاندا مادام المسافه ام 1 ام 2 كتكتب ليها على شكل 3 على 2 لاندا فان هذه الحاله هذه النقاط ام 1 ام 2 فيبرو اون اوبوزيسيون فاز يعني بكل اختصار دابا ملي تلخص هذه الفقره هذه فين ما يمشي للوطني ما يكونش هاد جوج نقاط كيتهزوا على توافق في الطور ولا تعاكس في الطور اوتوماتيكمون قسم المسافه بين دوك جوج نقاط على طول الموجه لاندا الا عطاك عدد صحيح طبيعي فكتقول على انه لي دو بوين فيبرو اون فاز ولا عطاك على شكل عدد فردي على 2 مثلا 1 على 2 3 على 2 5 على 2 7 على 2 9 على 2 21 الى 2 فان هاد لي دو بوين هادو فيبرون اون اوبوزيسيون فاز وبهذا نكونوا سالينا مع الدرس ديالنا وختمناه بقى لنا فقط نخدموا فيه واحد التمرين التمرين اللي اختاريت اخوتي واحد الفرض معروف ديال الموجات الصوتيه بزاف ديال التلاميذ كيدوزوا في الفرض الاولاني ديال الدوره الاولى هاد الفرض هذا من المهم جدا تفهموا وتضبطوا مزيان الا فهمتي هاد الفرض هذا صافي راك ديطاييتي الدرس الثاني مزيان وتبقى لنا اخوتي لابارتي نيميرو 3 اللي كما اتفقنا خاصها فقط الامتحانات الوطنيه وهاد الامتحانات الوطنيه غيكونوا شاملين للدرس ديالنا كالعاده اخوتي الفرض غتلقاو في اللينك ديال الديسكريبسيون لتحت وهو نيت غيبان قدامكم في الاكرون على مولانا
اذا نبداو على مولانا مع الفرد ديالنا، والفرد ديالنا غتلقاو في اليان ديال الديسكريبسيون لتحت، وكما كيبان لكم قدامكم هنايا نيت في الشاشه. الفرد ديالنا كيتكون بجوج ديال لي بارتي، لا بارتي نيميرو 1 فيها فقط الكيسيون دي كور، ولا بارتي نيميرو 2 فيها ليتود ديال بروباغاسيون دي نوند التراسونور. نبداو مع لا بارتي نيميرو 1 اللي فيها فقط الكيسيون دي كور. قلنا السؤال واحد واحد، دوني لا ديفينيسيون دي نوند ميكانيك بروغريسيف. كما شرحت لكم في لا بارتي الاولى ديال الدرس ديالنا بلي كاين دو ديفينيسيون في الدرس ديالنا. كاين لا ديفينيسيون دي نوند ميكانيك سون ترونسبور دو لا ماتيير كي فورم سو ميليو. الا قال لي يعرف الموجه الميكانيكيه هي دائره انتشار تشوي في وسط ماده مارين دون انتقال المادة المكونة لهذا الوسط. ولكن هنا طلب لي لا ديفينيسيون دي نوند ميكانيك بروغريسيف. اللي كنا قلنا في لا بارتي نيميرو 1 اي اون سيكسيسيون كونتيني دي سينو ميكانيك انتروتيني اي كونتيني دو لا سورس دون. الاسئله ديال الكور تكونوا اسئله مباشرين وكتجاوب عليهم ديريكتومون. في اغلبيه ديال الفروض اللي كدوزوا في الدوره الاولانيه كيتعمد لكم الاستاذ على لي ديفينيسيون. علاش؟ لانه بزاف ديال الامتحانات الوطنيه طلعت فيهم لا ديفينيسيون دي نوند ميكانيك ولا اوند ميكانيك بروغريسيف ولا لو سون ولا اوند ليمينوز. يعني التعاريف تيكون عندكم في الامتحان الوطني في الدرس ديال الموجات. اذا سبقوا اول تعريف عندنا على مولانا. Alors, comme on a dit, la définition d'une onde mécanique progressive est une succession continue des signaux mécaniques résultant d'une perturbation entretenue et continue de la source d'onde. C'est quand la définition d'une onde mécanique progressive. Nous sommes à la question numéro 2, les questions du coup. Quelle onde ultrasonore est-il une onde transversale ou longitudinale? Justifiez votre réponse. Quelle onde sautille, soit force sautille, soit sèche sautille. Quelle onde sautille, il faut qu'on aime. Quelle onde sautille, il faut qu'on longitudinale. Comme on a dit, dans le loulan, la partie loulan, nous avons dit, nous avons onde mécanique en casse moujouge. Quelle transversale, quelle longitudinale. Transversal, que nous avons la direction de perturbation perpendiculaire à la direction de propagation, le gouna ou majouge, qui est la courte, qui est l'onde à la surface de l'eau. Qui est le chaîne de les ondes, le moins longitudinal, ou le moins ou majouge, qui est le son, ou qui est le ressort. Ou même, il y a un saut, alors, gagne le moujet de sautilla, que l'homme, quand l'homme fait une idée longitudinale. Ou même, tu veux justifier, tu veux la direction de perturbation parallèle avec la direction de propagation. Et bien, l'onde sonore, ou bien l'onde ultrasonore, rend le fnu idée longitudinale. Mais, tu veux justifier, tu veux dire, la direction de perturbation parallèle avec la direction de propagation. Dis-le, tu as fait. Alors, comme on a dit, le son, bien l'onde ultrasonore, est une onde longitudinale car la direction de la perturbation des milieux est alignée ou bien parallèle à la direction de la propagation de l'onde. Et dans le force sautier, il y a un moujet de tolia, il y a un tijet de l'intichar, il y a un tijet de tchoui de l'oise. D'abord, nous devons faire des choses. D'abord, nous devons faire des choses. La partie tienne, il y a un profil, elle a la propagation d'une onde ultrasonore dans le monde. Encore un intichar, il y a un moujet, force sautier, ou smelma. Ou la partie tienne, que tu as dit, il y a un petit peu comme une fois, partie 2, propagation d'une onde ultrasonore dans le monde. On dépose un émetteur E et deux récepteurs R1 R2 dans une cuve remplie d'eau. Alors, on a deux E, deux de l'émoussakbilet R1 R2. Faut le A et on se met nous le même. Il y en a de telle sorte que l'émetteur E et les deux récepteurs sont alignés sur une règle graduée. On a deux E, donc juste de l'émoussakbilet, ça va être l'émoussakim et un mistar. Qui m'a dit que vous avez dit que vous avez dit l'émetteur émet une onde ultrasonore progressive sinusoidale. Il y a deux E qui sont les mêmes que vous avez dit 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 que vous avez كنا القضيه مزيانه راه الشكل اللي عندنا اخوتي قدامنا اللي تكبس لينا القضيه اللي هو لا فيغور نيميرو 1 كيقول لنا لي دو سينو كي سون ريسي بار لي دو ريسيبتور R1 R2 سكسيسمون سون فيزواليزي على لي زونتري Y1 Y2 دان اوسيلوسكوب. يعني هذوك الموجات اللي غيتم الارسال ديالهم غيتم الاستقبال ديالهم من طرف واحد جوج ديال المستقبلات R1 R2 اللي ملتصقين بواحد المدخل Y1 Y2. وهنا غتبدا الخدمه ديالنا. ديك لوغسك لي دو ريسيبتور سون بلاسي سور لو زيرو دو لا ريغل غرادي اون اوبسيرف سور ليكرون دو لوسيلوسكوب لي دو كو كوريسبوند او دو سينو ريسي بار R1 R2 سون اون فاز. بكل بساطه انا غنبسطها لحد معايا. مثلا عندي مثلا جوج ديال الميكروفون، كاين الاولاني البلو الكحل وكاين الثاني البلو الاصفر. انا غنجيب مثلا واحد البعيد، هاد البعيد اخوتي بيان سور غيبقى يكري لي واحد الموجه صوتيه اللي غتبقى تنتقل وغيتم الاستقبال ديالها من طرف هاد الميكروفونات بجوج. قال لك ملي غيكون الميكروفون البلو الاصفر والبلو الكحل في النقطه زيرو ديال المسطره، شنو معنى هذا؟ انه كاين ميكروفون تحت ميكروفون. كما كيبان لكم هالبعيد قدامي ورا الميكروفونات كاين واحد تحت واحد. قال لك ملي غادي يكون هاد الشكل على الطريقه هذه غادي يبانوا لي سينيالات بجوج ديال المستقبل الاولاني والمستقبل الثاني، غيبانوا لي هكا غيكون المستقبل الاولاني هكا والثاني غيجيك فوق منه. يعني المستقبل الثاني غيعطيك واحد الرسم خو هذا وفوق منه. هادشي علاش قال لي لي دو سينو سون اون ميم فاز، يعني كان واحد فوق الاخر منطابقين تماما. علاش؟ بيان سور اخوتي حيت كاين ميكروفون تحت ميكروفون كيستقبلوا الموجه في نفس الوقت كيستقبلوها بنفس الوسع. اذا نكملوا دابا التمرين ديالنا شنو غيبقى؟ قال لك اون ايلوان لو ريسيبتور ار 2 سويفون لا ريغل غرادي اون اوبسيرف كو لا كور كوريسبوندون او سينيال كي ديتيكتي بار ار 2 سو ترونسلا فيغ لا دغوا اي لي دو سينو ريسي بار ار 1 ار 2 دوفياندرو ان نوفو اون فاز لوسك لا ديستانس اللي سيبار اي دو دي ايغال 3 سنتيمتر لا فيغور نيميرو 2. انا غنبسطك القضيه مزيان. كما كيبان لكم اخوتي عندي واحد البعيد وعندي جوج ديال الميكروفونات، كاين الاول اللي بالكحل وكاين الثاني اللي بالصفر. كما كيبان لكم اخوتي قدامكم هنا نيت في الاول قال لك فاش كنا قال لك دايرين الميكروفون اللي بالكحل والميكروفون اللي بالصفر تحت بعضياتهم كاين السينيال ديال هكا، كاين السينيال عاطيني السينيال لي دو سينو سون اون ميم فاز، يعني واحد تحت من الاخر يكون عندهم نفس لامبليتود.
ونفس الشكل اللي انا كلمة قلت لكم المستقبل والميكروفونات بجوج كاين واحد تحت من واحد قال غنخلي واحد الميكروفون فيهم حاب غنبداو نكحزو مثلا في الميكروفون اللي بالصفر غنبقاو نكحزو كيبان ليا قالك واحد السينيال في هادو كيرجع للور غيبدا يرجع ليا السينيال للور تيولي عندي السينيال ديال هكا يعني هذا اللي بكحل بك يرجع للور كيرجع للور تيولي هنايا ولا عندي السينيال ديالي ديال هكا بيان سيغ واحد مجهد عنده لومبليتيد عالي واحد عنده لومبليتيد قليل هذه هي التجربه بكل بساطه خليك معايا وغادي تفهم التمرين كامل هذه المعلومه اللي قلنا ديال انه كحزنا الميكروفون الاولاني تولاو لاول مره على توافق في التطور مهمه بزاف غنحتاجوها ملي غنبغيو نجبدوا لاندا ولكن خليها تنوصلوا ليها وغنحاولوا نجبدوها المهم الشكل النهائي هو اللي كيبان لكم اخوتي قدامكم هنايا ني اللي هو في لا فيغور نيميرو 2 كيبان لك هنا واحد جوج ديال لي سينيالات كاين واحد بالاحمر وكاين واحد باللون الكحل اذا نبداو مع الاسئله ديالنا والسؤال رقم واحد تيقول لنا انديكي كيل كورب بروبريزونت لو سينيال ريسي بار ار 2 جيستيفي فوتر ريبون كتحدد ليا اين سينيال في هادو اين كور اللي كتمثل لك ار 2 واش هي اللي باللون الاحمر ولا هي اللي باللون الكحل يعني قول ليا من الاخر لا كورب اون روج واش هي ديال لو ريسيبتور ار 2 ولا بيان لا كورب اون نوار هي ديال ريسيبتور ار 2 وهنا قال لك جيستيفي فوتر ريبون عرفتي ساهله بزاف غنعطيك واحد الشكل بسيط باش تفهمها دغيا على مولانا الو باش فين التجربه دغيا ناخذ واحد التجربه بسيطه خدنا واحد المغني مثلا هنا كيستعمل واحد الميكروفون وواحد الباب باش يغني واحد الاغنيه عندي جوج ديال الاشخاص كاين الشخص ا وكاين الشخص بي الا خدينا بكل بساطه هذا الشخص مثلا جالس كيغني كيطلق واحد الموجه صوتيه من هذا المنبع اللي نسميو مثلا منبع اس الموجه كتكون قويه في هذه الباصه هذه في المنبع ديال الموجه مين كتبدا كيكون الصوت مجهد يعني الناس اللي غيوقفوا هنا غيسمعوا الصوت مجهد واحد الموجه غاده كتنتشر كما كتعرف اخوتي وهي غاده وجالسه كتضعف الشده ديالها او الحده ديالها يعني هذا الشخص هذا مثلا الي وصلاته الصوت ديالها قليل مقارنه مع المنبع ديالها وهي هذا وقاسه كتضعف الا قارنا الصوت ديال الباب في هذه البلاصه هذه نسميوها لا سورس اس راه قوه من هذه البلاصه وهادشي هذا راه عادي تخيل راسك مثلا انت هنا كاس مثلا كتغني وهنا مثلا جوج ديال الاشخاص بيان سور هذا اللي قريبك غيسمع الصوت مجهد على هذا الشخص هذا اللي بعيد عليك ان الصوت ديالك غادي وتيضعف تيضعف حتى ما تيبقاش في مره وهادشي هذا اللي وقع عندنا في التجربه ديالنا حنا طلقنا واحد الموجه صوتيه من منبع بيان سور هنا الصوت ديال الموجه غيكون قوي بغا يبقى الصوت ديال الموجه غادي وتينقص لومبليتيد ديالو او الشده ديالو غاده وكتنقص حتى كتختفي في واحد اللحظه معينه يعني هنا خدينا مثلا الصوت ديال الموجه هنا راه الوسع ديالو او لومبليتيد ديالو غيكون قوى من هذا ديال ار 2 وبمعنى اخر ار 2 لومبليتيد او الوسع ديال الموجه الصوتيه غيكون اقل من ار 1 لانها بعيده على هذا الباف هذا يعني دابا هنا تقدر تولي فهمتي هذا الشكل اللي عندك هنايا اين اللون اللي كيمثل لك الموجه المستقبله في ار 2 هو اللون اللي غيكون عنده لومبليتيد مالو قليل كيبان لي هنايا اللون اللي بالاحمر تبان لي لومبليتيد ديالو عالي بينما هذا اللون الكحل كيبان لي لومبليتيد ديالو اقل من هذا اللي بالاحمر اذا فين هي المستقبله ليا ار 2 هي اللون الاسود لان عنده لومبليتيد اقل من اللون الاحمر بينما اللون الاحمر كيمثل لي الموجه المستقبله في المستقبل ار ولكن هو في السؤال قال لي حدد لي لاكو واش اللي باللون الاحمر ولا اللي باللون الكحل اللي كيستقبل عليا ار 2 اوتوماتيكمون غنقول ليه اللون الكحل ولا قال لي جوستيفيا غنقول ليه لومبليتيد دو لا كور نوار اي بلي بوتي كو لومبليتيد دو لا كولور روج اي بويسكو لو ريسيبتور ار 2 اي بلي ايلواني كو ار 1 الوغ اي لا لومبليتيد لو بلي بوتي ندرو لا ريبونس هذا ونزيدو نشرحو مزيان على مولانا الو اختي كما قلنا بويسكو ار 2 اي بي بلو ايلواني كو ار 1 دو ليميتور بما انه ار 2 ابعد من ار 1 من ليميتور او بما ان ار 2 بعيد اكثر على ليميتور من ار 1 قال لنا انا الوغ الى لومبليتيد لو بلو بوتي دو لو سيلوسكوب يعني غيكون عنده داك لاكور اللي عنده لومبليتيد القليل اللي صغير كما كيبان لي هنا في لاكور ديال لو سيلوسكوب لان لاكور اللي باللون الكحل هي اللي عندها امبليتيد صغير على لاكور اللي باللون الاحمر هادشي علاش غنقول بانه لاكور اللي باللون الكحل هي اللي كتمثل ليا لو سينيال ريسي بار ار 2 وهنا داكشي علاش قلنا اخوتي او لاكور اون نوار الى كور qui représente le signal reçu par R2. هذه هي السهله اخوتي كما قلنا وبسيطه بزاف. نمروا دابا للسؤال الثاني. السؤال الثاني تيقول لنا اخوتي كالعاده كما كيبان لكم قدامكم اخوتي كيلي لا غروندور بورتي اون ابسيس انديكي سون يونيتي. شنو هو ذاك المتغير اللي كيمثلوا ليا هذاك المحور ديال الافاصيل مع اعطاء الوحده ديالو. هنا الساروت مفتاح ديال هذا السؤال هذا هي لا سونسيبيليتي اوريزونتال. شوف لي انا لا سونسيبيليتي اوريزونتال شنو هي الوحده ديالها؟ كتبان ليا 5 ميكرو سكوند باغ ديفيزيون. شنو هي الحاجه اللي كتكون الوحده ديالها هي السكوند؟ كنا درناها في لابارتي الاولى هاد الدرس هذايا ولكن لا بيريوديسيتي سباسيال وكاين لا بيريوديسيتي بوغيل كاين هناك الدوريه المكانيه وكاين هناك الدوريه الزمنيه الفرق بيناتهم هو الوحدات بالنسبه للدوريه المكانيه كل وحده ديالها هي المتر سنتيمتر حاجه ديال المسافه بينما لا بيريوديسيتي طومبوريل الدوريه الزمنيه كل وحده ديالها حاجه ديال الزمن سكوند ميلي سكوند الميكرو سكوند اذا شنو هو لو غروندور اللي كتمثلوا ليا لاكس ديال لابسيس سامبلومون سي لا بيريوديسيتي طومبوريل او الدوريه الزمنيه واليونيتي ديالها راه معروفه اللي هي السكوند سؤال سهل بزاف كتبوا لا ريبونس ديال هذا السؤال هذا
Alors que maintenant, je vais vous poser une question. La grandeur portée en abscisse et la périodicité temporelle sont unité et la seconde. Je vais vous poser une question. Une question juste là, c'est une définir en une phrase la longueur d'onde lambda. Réfléchir en une seule phrase la longueur lambda. C'est ce que nous avons fait dans la partie numéro 1. Car vous pouvez nous faire des choses qui sont très importantes. Les questions du coup. Nous avons fait un examen de l'État qui est la partie numéro 1. Nous avons fait un examen de l'État qui est le calcul. Nous avons fait un examen de l'État qui est le calcul. Nous avons fait un examen de l'État qui est le calcul. Nous avons fait الدرس ديالكم ديال الكور شتي كيبان لك فهاد الفرض هذا النسبه ديال الاجوبه بزاف كاينه فقط في الكور كما كنا قلنا تعريف ديال لا لونغور دون كنا سي لا ديستانس سيبار دو بوين كونسيكتيف دي ميليو دو بروباغاسيون بريزونطون لو ميم ايتا فيبراتوار تقار مسافه تفصيل بين نقطتين تهتزان على توافق في الطول كتبوا التعريف ديال اخوتي Alors, comme on a dit, le tarif de la longueur d'onde, quand la distance sépare deux points consécutifs des milieux de la propagation, présente le même état de vibration. La fréquence des ultrasons, la valeur obtenue est-elle cohérente? Temporelle. Elle est le wihda. Il y a quand le wihda le mètre ou le millimètre ou le centimètre. Faire radin j'bdou la périodicité spatiale ou théorie mécanique. Il y a quand le wihda seconde ou le milliseconde ou le microseconde. Faire radin j'bdou la périodicité temporelle ou théorie à zaman. Il y a qui belle bien le wihda dit la sensibilité horizontale. Il y a le microseconde. Madame il y a le microseconde. Fait le wihda dit zaman. Il donne le ras. Faire radin j'bdou la périodicité temporelle t. Ou le kintel. Nous n'avons pas jawab lach ala soual. Chou gali sih hseb an. Hna k'arfou bien kain wahda alaqa ma bien an ou t. Bien le alaqa tqouli an ktsawi h wahda ala t. لانه هذا الا كان في السكوند اوتوماتيكمون هذا تيخرج ليه بالوحده العالميه اللي هي الهير اذا نبداو نحسبوا بعدا حاجه بحاجه نسبقوا بعدايا في الاول الحساب ديال تي وغنقول ليه هنايا السؤال جوج اربعه غنقول ليه في الاول اونا تي كتساوي كيما كيبان لكم اخوتي من الراس الراس شحال عندنا هنا ركز معايا مزيان في الشكل عندي تدريجه واحد جوج ثلاثه اربعه عندي اربعه ديال لي ديفيزيون غنكتبها بانه تي كتساوي لي شحال اربعه ديال لي ديفيزيون ولكن خصني نضربها فاش خصني نضربها كل تدريجه شحال فيها من ثانيه انا هنا كنعرف بان كل تدريجه فيها 5 ميكرو سكوند باغ ديفيزيون يعني نكتب لي تو سامبلوم مضروبه 5 ميكرو سكوند باغ ديفيزيون شات لي انا الديف مع الديف قالت لي 4 في 5 20 ميكرو سكوند الا بغيت انا نحولها للسكوند كنعرفوا بان التحويلات الا عندك مشكل فيهم عقليه على الخطط اللي غندير لك هنا خلينا هاد الخطوط هادي وما تبقاش شي وحال كاع في الوحدات الثانيه بكالوري الميلي اي حاجه ديك الحاجه 10 اس ناقص 3 الميلي سكوند سكوند 10 اس ناقص 3 الميلي جرام الجرام 10 اس ناقص 3 المليمتر المتر 10 اس ناقص 3 الميكرو اي حاجه ديك الحاجه 10 اس ناقص 6 النانو اي حاجه ديك الحاجه 10 اس ناقص 9 والبيكو اي حاجه ديك الحاجه 10 اس ناقص 12 حنا عندنا هنا بالميكرو مادام الميكرو غنضربها في 10 اس ناقص 6 باش تحول ليها لاش باش تحول ليها للسكوند اذا غتولي عندي تو سامبلومون 20 في 10 اس ناقص 6 سكوند وغتولي ليا تو سامبلومون 2 فوا 10 على بويسونس موان 5 سكوند كاين كون حسبت لا بيريوديسيتي تمبوريل تي انا ما كنقلبش اصلا على تي انا كنقلب على ان ولكن انا كنعرف بانه ان كتساوي لي شنو 1 على تي اذا نكتب العلاقه ديالي ان كتساوي شحال 1 على تي كتساوي 1 على نعوض بالوحده العالميه باش تخرج لي حتى هي نيت بالهرتز 2 فوا 10 على بويسونس موان 5 اللي غتساوي لي 50000 هرتز اولا 5 في 10 اس 4 هرتز هنايا تيجي يجي السؤال الثاني قال لك واش القيمه اللي حصلت عليها انت كويغون يعني واش منطقيه هذا الموجه هذه واش موجه صوتيه لا هذه راه فوق الصوتيه يعني نورمالمون التردد ديالها كيكون عالي اذا نكتب ليه لا فالور اوتوني اي كويغون هكا كون ساليت السؤال جوج ربعة يبقى لي السؤال اخوتي جوج خمسة والسؤال جوج خمسة تيقول لي اكسبريمي بوي كالكيلي لا سيليريتي في او دي زيلتراسون دون لو عبر ثم احسب قيمة السرعة في او ديال السرعة ديال الموجات فوق الصوتية في الماء هنايا غنذكر معايا في الدرس ديالي قرينا جوج علاقات ديال السرعة كاين في كتساوي لاندا على تي وكاين في كتساوي لاندا فوا ان بيان سيغ هذا خصو يكون بالمتر هذا خصو يكون بالسكوند وهذا خصو يكون بالهير باش يخرج لي هاد في بالمتر بار سكوند اذا انا غادي نختار العلاقة اللي مناسبة العلاقة المناسبة على حسب انت باش بغيت تخدم ممكن تخدم بها ممكن تخدم بهذا ممكن تخدم بالتي ممكن تخدم بان المشكل اللي كاين مشكل بسيط جدا هو انه انت ما عندكش واحد المتغير اللي هو المتغير لاندا هنا لاندا ما عنديش يعني ما غاديش نقدر نحسب السرعه في ولكن عندك واحد المعلومه هي اللي هدف ديال التمرين كامل هو دي معاك انت هذه المعلومات غاتشوف معايا الشكل هذا مثلا قدامك هنا نيت مزيان غناخذ مثلا واحد الباعث وغناخذ جوج ديال الميكروفونات غناخذ واحد بالصفر وواحد بالكحل غنبدا نبدا واحد الموجه ديالي من هذا الباعث هذا غيكونوا بيان سيغ الموجات ديالي على توافق التاور اون ميم فاز الا كان السينيال هذا مثلا بالكحل الاخر غيكون فوق منه خوه فوتو بلان الميكروفون اللي بالكحل واللي بالصفر بعادين على الباعث بنفس المسافه انا غنبدا نكحز في الميكروفون اللي بالصفر نكحزو شويه بواحد المسافه مثلا دي اللي كتبان لكم مثلا باللون الاخضر انا غنبقى نكحزو تيوليو ليا السينيالات بجوج عاوتاني لاول مره على توافق الطور يعني هذا اللون الازرق غيبدا يرجع غير هو محدو كيرجع محدو كينقص تيولي ليا الشكل ديالي ديرو هكايا
هذيك المسافة اللي كحس بها تحصلت لأول مرة على توقف الطور هي لان شي الهدف ديال التمرين هذا كامل هو ديال المعلومة هذه التمرين ديال الموجات اللي كيعتمدوا فيه على التردد هذا تكون الهدف ديال التمرين كامل هو تكون تعارف من القسم الثقافة ديال أنا ديك المسافة اللي كحسي بها واحد الميكروفون باش حصلتي لأول مرة على توقف الطور هذيك هي لان يعني حنا المسافة اللي كحسنا بها الميكروفون دي كتساوي 3 سنتيمتر هي هذه هي لان ديال التمرين ديال إذا غادي نكتب لي تو سامبلومون أونا هو بعد هذه جوج خمسة On sait que VE égale. Je n'ai pas le droit de travailler. 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 Je n'ai lambda fois E. Et on a lambda كتساوي D. ممكن ندير هنا واحد التعليل ونقول لك كار دي سي لا ديستونس مينيمال بور كو لي دو سينو دوفياندرو ان نيفو اون ميفا انها اصغر مسافه وحصلت من خلالها عاوتاني على توقف الطور ممكن انا غير مضطر باش ندير هذا التعليل غادي نعوض تولي لي هنا في او كتساوي دي فوا ان ندير هنا واحد لابليكاسيون نيميريك في او ايغال 3 ولكن سنتيمتر انا عارفه باللي خاص تكون بالمتر بيان سو كتعرفوا سنتيمتر للمتر ديما 10 اس ناقص 2 يعني غتولي هنا فاش 10 اس ناقص 2 فوا ان اللي هي 50000 هرتز غتخرج لي القيمه 1500 هرتز وهذه هي القيمه ديال السرعه ديال الصوت الماء اذا هكا نكون ساليت مع التمرين ديالي وقدرت انني نجاوب على كاع الاسئله ديال التمرين ديالي ولكن واحد الملاحظه مهمه قبل ما ختموا التمرينات وهي القضيه ديال قلت لكم نكحزوا الميكروفون ما تنكحزوا الميكروفون قلت لكم انا الهدف ديال التمرين هو تعرف ان ديك المسافه اللي كحسيتي بها واحد الميكروفون تحصلتي لاول مره على توقف الطور كتساوي لاندا ولكن عقل هذه المعلومه مزيان الا قال لي مثلا واحد المسافه مثلا دي كحس بها مثلا قال لي مثلا كحس واحد المسافه مثلا دي كتساوي مثلا 40 سنتيمتر تولوا لي مثلا الخامس مره بوغ لا سانكيام فوا او ميم فا يعني انا بقيت كنكحس الميكروفون حتى كحسو بمسافه ديال دي كتساوي 40 سنتيمتر الا انا حصلت عليها على خامس مره على توقف الطور ديك الساعه تنقول بانه دي ماشي كتساوي لاندا كتساوي 5 لاندا الا قال لي مثلا تحصلت بوغ لا دوزيام فوا لي دو سينو دوفيان او ميم فاز ديك الساعه نقول بلي دي كتساوي جوج لاندا الا قال لي لا تخوازيام فوا غندير لي دي كتساوي 3 لاندا وهكذا راه الهدف ديال التمرين ديال كامل هو تعقل على هذه المعلومه تكون عندك جوج ديال الميكروفونات واحد من واحد تكونوا في الاول السينيالات على توافق تنبدا نكحس في واحد الميكروفون تي كيقول لي هو كحس بواحد المسافه دي بحال مثلا كتساوي 3 سنتيمتر كنتسنى يقول لي واحد الجمله واش كو بور لي دو سينو دو فيان بور لا بروميير فوا اون ميم فاز نقول ديك الساعه بلي المسافه دي هي لاندا الا قال لي بور لا دوزيام فوا اون ميم فاز ديك نقول بان المسافه دي كتساوي جوج لاندا وهكذا هاد التمرين هذا كنوصيك عليه بزاف بالنسبه للفرد ديالك هكا تكون طرقتي الدرس ديال الدرس ديال الموجات ديطاييتي مزيان ولكن كلمة درنا في الدرس الاولاني فاش كنا هضرنا على لوند ميكانيك بروغريس كنا درنا ثلاثه ديال لي بار البارتي الثالثه ديما كنا تخصصوا الامتحانات الوطنيه كذلك في هاد لابارتي اللي غتجي من ورا هاد البارتي الثالثه ديال هاد الدرس لوند ميكانيك بروغريس بيريوديك غنخصوها فقط الموجات في امتحانات وطنيه وتنأكد لك بزاف انك انت بتبوع امتحان وطني 50% النص ديال المعركه 50% ديال نقطه البكالوريا هي الوطني 50% على في المواد العلميه ديالك من بدايه السنه حاول انت كتبازي راسك على الوطن انا المراقبه والجهوي 25% 25% الفيلم كامل على الوطني 50% بلا ما ندوي اخوتي على المشكل ديال لي كونكور اللي كنركزوا على 25% الجهوي و 75% ديال الوطني يعني ما كيتسوقوش بمره المراقبه بعد الكونكور كيركزوا على فقط النقطه ديال الجهوي ونقطه الوطني عليها اي درس في المواد العلميه سواء المات سواء الفيزيك سواء العلوم ركز ليا على الوطني كثير التمارين كثير الامثله وديما خدم وطني مختلف على الوطني وهادشي اللي كتلاحظ في الشرح ديما كنحاول نعطيكم تمرين مختلف على التمرين سي فغي غتبقى تلقى بعض الوطنيات كيتعاودوا ولكن انت حاول تبقى تخدم امثله مختلفه حاول تخدم كاع الحالات باش تمشي للوطني مساعد كنقول لكم ديما ريبيتيشن از مادر اوف سكيل تكرار ام المهاره عاود الفيديو بليزيور حتى تضبط التمرين مزيان كنوصيكم بزاف على لابارتي حاول تخدم الوطنيات وتكثر الامثله وملي تسالي مثلا لي بارتي كامل سواء لي بارتي ديال الدرس الاول ولا ديال الدرس الثاني غتلقاو في ليان ديال ديسكريبسيون واحد لينك ديال امتحانات وطني ديال الموجات بزاف جميع ديال الامتحانات الوطني ديال الموجات خدم ديك السيريه كامله حاول تكثر من الامثله حاول تخدم وطني جوج ثلاثه 10 علاش لا راه ديما تنقولوا مجتهد ماشي ذكي كيضرب تماره تيامن بالخدمه خدمه والمقاتله تنقول لك الا كتحلم شي حاجه ومآمن بها تخليهاش حلم ردها حقيقي هادشي كان بالنسبه لهذا الفيديو الله يسهل عليكم يا ربي يوفقكم في الدراسه ديالكم تفرحوا والديكم بديك النقطه اللي نتوما كتحلموا بها فرحوا بالانتقالات ديالكم بالافكار ديالكم التساؤلات ديالكم ليان ديال الانستغرام ديالي غتلقاو في لا ديسكريبسيون الا عندك اي سؤال تقدر تواصل معايا تما كاينه راه غادي نجاوب ملي يقرب الامتحان الوطني ان شاء الله غنكثر لكم لي لايف في الانستغرام كان معكم دريس دوت كوم ما تنساش خليك ايجابي خليك مقاتل على الحلم ديالك بون كوراج اتوس